الاهلي بيتمكن من حصد بطوله دوري الابطال. تمام. الفوز دوت جه في وقته، جه الكره المصريه يعني كانت مستنياه فعلا. وخلال الفتره اللي جايه، هل انت شايف ان النادي الاهلي هيكون قادر على استكمال مسيرته، سواء بقى في حصد البطولات على المستوى الافريقي او في كاس العالم للانديه، هيكون في رؤيه مختلفه لظهور النادي الاهلي بشكل مختلف؟ اولا ما حققه النادي الاهلي في الحقيقه في هذا التوقيت انجاز رائع، وهو متوقع، بس مش عشان متوقع لا نشيد به، بالعكس هو الاهلي الافضل فنيا على مستوى بطوله افريقيا بعد سان داونز. بعد سان داونز يعني هي البطوله دي فنيا سان داونز هو الاعلى. يجي بعديه مباشره وليس بفارق كبير الاهلي. وبعد كده الست انديه اللي كانوا في دور الثمانيه يكاد يكونوا في مستوى واحد اللي هو المستوى المتوسط. ومع ذلك بحكم ظروف المباراه لابد ان احنا نشيد ونعظم هذا الانجاز اللي حققه النادي الاهلي، انما هو فوز متوقع لان الاهلي هو الافضل. بحكم الخبرات، بحكم البطولات، بحكم حتى المستوى الفني، الاهلي اعلى فنيا من اشقائنا المغاربه، لانه في الاخر هم لعيبه اما تبص لهم هتلاقي في كتير منهم في الدوري المصري، مش لعيبه كتير قوي يعني متميزه. يعني في كتير من لعيبه الدوري المصري في مستوى لعيبه الوداد. والاهلي عنده اكتر من محترف. اهلي عنده مؤازره جماهيريه سواء كانت في المغرب او بره المغرب. والمؤازره دي لوحدها بتحمل ولادنا مسؤوليه غير عاديه. فهو وهو في الملعب بيفكر ان هو امام مسؤوليه جماهيريه غير عاديه. ولادنا حققوا مكسب في ظروف صعبه امام تحكيم في الحقيقه كان متجاوز لحد بعيد في فترات كثيره من المباراه، في ظروف ايضا حماسيه يعني تخطت الواقع، يعني كان فيها نوع من مش عايزين نقول الكلمه اللي مش يعني، انما يعني كان في زياده عن الحماس يعني. اتاخروا بهدف ومع ذلك لم يستسلموا، تماسكوا وتعادلوا وكانوا الاقرب للفوز. كل دي مقومات بطل. فالمكسب اللي اتحقق مكسب رائع، ولكن الاهلي النهارده في كاس العالم للانديه هو اخر مركز حققه المركز الثالث. هو لابد ان يكون عنده رغبه حقيقيه في تخطي هذا المركز. ليه؟ لان الاهلي العريق بتاريخه في فرق كتير جدا وصلت النهائي. يعني العين الاماراتي وصل للنهائي، مازيمبي الافريقي وصل للنهائي، الهلال السعودي وصل للنهائي. فجاء الوقت لكي يترجم لاعبي النادي الاهلي ما حققوا في بطولات افريقيا في النهائي، ودي مسؤوليه مش سهله طبعا، انما لابد ان اولادنا يفكروا بقى ان هم يعني لازم ان هم يتخطوا مرحله المركز الثالث، لا سيما ان البطوله مكونه من 7 فرق، يعني فيهم من 3 لـ4 فرق مستوياتهم اقل من النادي الاهلي. ده الجزء اللي لازم يفكر فيه ولادنا في البطوله، انما هي بطوله جت في وقتها عززت حقيقه يعني عايز اقول غياب عن البطولات، لان ولادنا في الناشئين خرجوا ما راحوش كاس العالم، المنتخب الاول لم يحقق شيء خلال الفتره اللي فاتت، حتى الانديه المصريه في الكونفدراليه برضو ما حققتش حاجه. احنا على مستوى الانديه بقالنا 2 سنين في غياب افريقي، وبالتالي المكسب ده كان مهم جدا جدا للكره المصريه بشكل عام.